السعداء اليوم بتخليد هذا الحفل هذا الذي يحتفل بالمسافر رقم مليون هنا بمطار الناظور العربي الدولي. هذه المناسبة الحمد لله اللي كتعبر على مدى الحركة والدينامية اللي كتعرفها الجهة الشرقية عموما ومنطقة الناظور خصوصا من حيث حركة الملاحة الجوية. الحمد لله سجلنا هذا السنة رقم مليون مسافر وهو رقم تاريخي مقارنة مع السنوات الفارطة. زيادة في نهاية شهر نوفمبر المنصرم سجلنا ما يفوق 957 ألف مسافر وهي زيادة برقمين مقارنة مع سنوات 2019 زائد 34% وزائد 23% مقارنة مع سنة 2022، وهذا إن شاء الله يحفزنا للعمل للعمل من أجل إرضاء المسافرين وإرضاء زبناء المكتب الوطني للمطارات. اليوم جيت من أمستردام إلى العروين الناظور، عجبني هذا الحال اللي درتو معايا والاستقبال وهذا الشيء كاع اللي صوتوا علينا، ما شاء الله عليكم، زعما كنشكركم بزاف بزاف بزاف. وهذا المطار دابا ولا كبير ولا عالمي، كيجيو من عنده من أي بلاصة، زعما فرحتونا بزاف بزاف، وخاصة دابا مع العربية كنجيو معها دائما، حتى هما ناس مزيانين كيعاونوا أي حاجة بغيناها يساعدونا فيها، زعما شكرا لكم كاملين بكم، شكرا شكرا.